خاطنا السلام عليكم الزول في الله والمساء الخير بونسوار ا توتي ا تو سلام ايفريوان مرحبا بالجميع الزول تيك توك يرقلنا الامورات القهوه طلع الراس مرحبا بكم عبد المجيد بوحجرة رئيس المقاطعة الفرنسية مرحبا بكم الزول العفسة اللي نديروها ما تصدقش يجدك قطار طام الراست ما فيهاش 50 سنة وحنا حابين نقسموا هذوك اللي ما يتسموش ما فيهاش نجيو نديرو تكت والاتحاد منا تخربت الحالة ما فيهاش كلات بعضها بين تونس وليبيا معديرة الناس اللي في الجزائر اعتذر منكم على بالي الصور هذه مؤلمة جدا عباكم درك باش تشرب قهوة في اللايف تاعك راهي لازم لها تخمام كبير في الجزائر كشغل بالقهوة هذه راني نستفز في مشاعر الملايين من الجزائريين بكري كان يقول القهوة وقارو خلاص يعني الإنسان الزوالي اللي ما عندوش سنطراش نبدأو بهذه قبل ما نروحو لا التكتل زوج ربع زوج ونص الصين زادوا عطاونا الدماغ أوفا راهم يخمموا راهي جاية الضربة من عندهم نشوفو طراش لافير تاع القهوة هذه سامحونا مرة أخرى مالك طوك قهوه ما كاش مرادي لان كاس تاع قهوه قلت القهوه ما كاش خرجت قال لي اليمونطاسيون دارت على القهوه غادي يبدا كروب لابس دي تاع قهوه ولا كيفاه انا كل شيء ولا قهوه تاع الحشير سكتو تاع الصباح انا على الشيطان خربوا في كل شيء دي قهوه شكاش تخربوا فيها هيا طيبوا القهوه طيب طيب بنادم بيولي ترابيله ولا كيفاه اش قهوه شنو ندير كروب مع أزمة جديدة من الأزمات المتكررة والمتعددة والتي لا تنتهي في الإسطبل هذا تاع الجزائر الجديدة أزمة تاع قهوة يجدك أنتم تجيبوش رايحين روح دير كابوتشينو لازم لها الحليب والقهوة في زوج ما كانش روح دير الشيح هذاك سخنوا في الماء وسكروا وشرب اخويا نحيلوا المراره هذيك الشيح راه مليح للصحه روح لستاربكس تاع وهران قال لك ستاربكس في الجزائر يست الحليب ما كانش القهوه ما كانش واش يديروا ستاربكس يديروا اللقمي واش يديروا ستاربكس بعد قال لك نسكافيه واش من نسكافيه ولدي هذيك لمن استطاع اليه سبيلا نسكافيه راهي بشلاغ ما في الجزائر راك ما تحلمش بها حتى قهوه يا جدك القهوه اللي يضلوا يطيحوا ويسبوك راهين حياتهم اي سي نورمال تولي تربيت بيوت الرذيله بالسيف عليك القهوه ويحرموك منها يا جدك كارثة وشوف المعيشة لو كان غير جات تخيل المعيشة هذه وزيد ما كانش القهوة المظاهر هذو كنت حطهم خلاصوا يدك احنا منذ 20 سنة كنا نشوفوا الحكايات هذو واحد يطلع من الطاقة واحد احنا البيوس ما ندخلولوش من الباب من الطاقة من النافذة كاينه أزمة قهوة وكاينه أزمة رجال تاني بالحديث على الرجال مع حلقة جديدة في المسلسل المحبوب تاعكم ها لازم المسلسل هذا ما حبش يخلص المسلسل كل يوم حلقة واليوم حلقة جديدة وشكون الراعي الرسمي النظام الجزائري قال لك كيفاش نحرموا العالم من انه يضحك علينا
قدام الفضايح قدام الجنات. يا روح نشوف. Olympic Games, the case of the female boxers. I think we all know here that it's about the Algerian one, and it's a lady. About the Algerian one. جماعة لازمنا نقدموا لكم هذا الصحفي القدير، ها؟ الصحفي المخضرم هذا. خصوصا انتم في التيك توك، انتم في التيك توك ما تعرفوش الحكاية تاع بكري. هذا وقت حكيت عليه عنده بريك 3 سنين ولا 3 سنوات ممكن الناس اللي كانوا يتابعوا. هذا هو صاحب رواية، هذا في احدى الليالي الظلمة قال لك دار مقال، قال لك انا صحفي، قال لك هذا مختص في الشأن العسكري، قال لك ندير قبل ما نقول لكم واش هضر على ايمان خليف واش رد بوتين وكلش، قال لهم عندي معلومه حصريه. واش كاينه صديقي واش بيك واش المعلومه الحصريه؟ قال لك غواصه اسرائيليه. هذاك الوقت كانت مناورات عسكريه كان يدير فيها شنقريحه باش يخلع المروك، جيت وهرب في الحدود الغربيه، وهذا الصحفي خرج قال لك راهي غواصة إسرائيلية دخلت للمياه الإقليمية الجزائرية. الله أكبر. وقال لك هذه الغواصة كانت تجسس على الاستعراض العسكري. هذه رواية حقيقية، ودرك نقول لكم واش صرا من بعدها. الحقيقة هي أنه هذا البنادم دار الرواية هذه، ماشي أنه الحكاية صح. وقال لك راهي تجسس على المناورات تاع شنقريحة، أي برج المراقبة في الجزائر تواصل مع الدب مع الغواصة الإسرائيلية وهددها بالقصف. الغواصة الإسرائيلية هربت طاهر. هذا هو الصحفي صاحب السؤال للرئيس الروسي بوتين على إيمان خليف. تخيلوا ناس تصدق روايات كيما هك. وانا وقت في الليله هذيك بعد قلت لهم اصلا الغواصه اللي راهو يتكلم عليها هو راح يشوف هكا القبل اللي كاينه غواصه اسرائيليه موجوده في اسبانيا هذاك الوقت. قلت لهم انا الغواصه الاسرائيليه هذه راهي غواصه من صنع الماني وراهي تحمل رؤوس نوويه، راهي لو كانت تدخل المياه الاقليميه تاعنا راهو شنقريحه يدير الحاجات البيولوجية تاعو في حوايجو. قال لك هددها بالقصف شنقريحة، قال لهم يا تخرجوا من المياه هنا الإقليمية يا نعطيوكم. غواصة فيها رؤوس نووية. بعد ساعات من بعدها لما الناس بدأت تضحك عليهم وتسخر منهم وزدنا كشفنا القضية، خرجت وزارة الدفاع الجزائرية تكذب الحكاية. هذا هو هذا النوع تاع الابواق تاع النظام الجزائري، تشوفوا المستوى تاعهم كيفاش. اي كان حدث في روسيا راح باش يطرح اسئله على بوتين. السؤال الاول اللي طرحوا له على فلسطين، اوكي طرحت سؤال. اسمعوا درك السؤال اللي طرح له، وهو ماشي حقيقه سؤال، على السي ايمان خليف. Olympic Games, the case of the female boxers. I think we all know here that it's about the Algerian one, and it's a lady. Her father says it's a lady. Our society is a very conservative one, and this would never happen. Anyways, thank you. عباكم النفس راح له. لو كنت تشوفوا بعد شوفوا المقطع في راشا توداي. ما قدرش يتنفس، قاعد يشوف في بوتين مخلوع يا جد. وكي يهضر تيسك صحفي طرح باش تقنع بوتين، انت الدور تاعك هو طرح السؤال، واذا حب تحرج بوتين تفضل، بصح او ماشي دورك اصلا. هو رايح يقنع في بوتين، قال له شوف، قال له السي ايمان خليف راهي مرا وراه باباها قال باللي مرا. احنا اصلا في الجزائر عندنا، انا ما نحبش الامثال الشعبيه صراحه باسكو امثال 99% جهل، بصح كاين واحد المثل اللي يقول لك كل خنفوس عند امو غزال، وكل ايمن عند باباه مرا.
طبيعه الحال باباه تاع السي ايمن ايمن خليف واش راح يقول لك؟ راح يحكي نفس الروايه تاع بنته ولا ولده ولا ما بينهما. كيفاش انت تروح قدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باش تقنعو باللي ايمن خليف راهو راهو مرا؟ كيفاش تقول له باللي باباها قال؟ يكتب باباها واش راح يقول؟ باباها راح يحكي نفس الروايه. كيفاش الشهاده اصلا تاع العائله لا يؤخذ بها؟ هذا ماشي استدلال دائري، هذا استدلال عائلي. ايوا صاحبي انا عندي الحق باسكو راه باباها قال. إيه كيفاش هادي ماشي حجه؟ ايا بوتين بوتين كشغل كان يستنى فيها، واك تعرف الحاله شويه وحرب وعمليه خاصه مع اوكرانيا وكلش. قال لك صبر نضحكوا الناس او جانا تربيه بيوت الرديله واحد من ابواق النظام الجزائري، روح نضحكوا روح نضحكوا الجناس على الجزائر كي العاده. يا صاحبي حنا خلقنا ربي باش نضحكوا العالم. انا يعني قلت لهم قبيل كاين الوان مان شو وكاين الوان كانتري شو، حنا نضلوا دايرين هكا جلسه خاصه نضحكوا فيها الجناس علينا، سبيسياليتي تاعنا حنا. الجزائر اليوم اكبر اضحوكه، هذه هي خدمتنا. ناس تصدر، ناس عندها صناعات عسكرية، ناس عندها سياحة، ما على باليش كل الناس عندها أكل مشهورين به. حنا نضحكوا الجناس علينا، هذه هي خدمتنا. دارنا ربي باش ندخلوا البهجة والسرور في قلوب العالم بإضحاكهم علينا باسكو حنا مضحكة. إخي بلادي إخي في البداية قال له إذا كانت مرأة الرب يعطيها صحتها ونجاحات رياضية أخرى. بعد بوتين about her, but I was saying that the situation is impossible. Well, someone declares himself a woman and then competes against women. Though, please forgive me, though external sexists tell us a different story. But some sports theorists are saying that indeed it has nothing to do with. Well, if a person declares himself to be a woman, then it's just so simple. استنى نعاود لكم، شوفوا ركزوا مليح درك واش صرا في القاعه. Theories are saying that indeed it has nothing to do with. Well, if a person declares himself to be a woman, then it's just so simple. خونا هبط راسو مات بالضحك. أول مرة نشوف في ندوة صحفية تاع بوتين الناس تضحك بشكل هستيري. باسكو بوتين قال له سامحني بصح يبان لي باللي العلامات ولا المقومات الجنسية الخارجية تؤكد العكس بانه ايمن خليفة للزوم. ماتوا بالضحك. وراهي من رشا توداي، راكم تقدروا ترجعوا واحد بالك يقول لك رانا مركبين. لا 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 راهي من رشا توداي من روسيا اليوم صارت هكا. ولا يحرك في راسه هذاك الصحفي لا Sex science tell us a different story. But some sports theorists are saying that indeed it has nothing to do with. Well, if a person declares himself to be a woman, then it's just so simple. They can go ahead. الله يدوم الله يدوم قسطكم الرواسة، راكم ميتين بالضحك اخويا. وش بيكم هذا؟ احنا شوكر لا احنا شوكر الاضحوكات، احنا شوكر السخرية، احنا نضحكوا الجناس. شوف الموتى في القبور نضحكوهم علينا احنا ما كانش. واذكري الجزائر وسغندوكي راه اسمها، تجد الروسيين ممرغين بالضحك، ميتين بالضحك. هذا قريب يطيح في الارض صاحبي، قريب طاح من الكرسي. علاش علاش واي حب نفهم لماذا؟ علاش لازمكم تعاودوا تضلوا تعاودوا تنوضوا في الحكايه هذه؟ وش هو الموضوع؟ علاش لماذا؟ خليونا صح خلاص. سي ايمن خليف دا ميداليه ذهبيه استرزق شويه، خليه دوك يروح يداوي على روحه مسكين. ليش تضلوا يعني هذه صوره ترضاها الجزائر يعني قدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ But I was saying that
the situation is impossible. Well, someone declares himself a woman and then competes against women. Though, please forgive me, though external sex signs tell us a different story. But some sports theorists are saying that indeed it has nothing to do with. Well, if a person declares himself to be a woman. ميتين بالضحك يجد. أكلهم بالضحك. تحشموا شوية على رواحكم. ما كاينش بلاصة في الدنيا ما درتوناش مضحكة فيها يجد. زدتو روسيا درك. بعد يقول لك كيفاش تقول أكبر أضحوكة وأكبر مسخرة في العالم. يجد. أحب شي أنا أحب برك الفيلم هذا يخلص. ما نزيد نهضر على إيمان خليف هذا. ما نزيد نحكي عليه ودرك يزيد يجي دونالد ترامب. زيدوا روحوا سقسيوا دونالد ترامب إذا إيمان خليف لي زوم ولا لا لا. هذا راه بوتين راه شويه يلعب بالكلمات. دونالد ترامب راه يدير لكم عفايس واحد اخرين. كيفاش انت صحفي رايح تلاقى عندك جاتك الفرصه انك معاه واقف قدام فلاديمير بوتين وعندك فرصه انك تطرح له اسئله على التسليح على المصانع تاع الأسلحة اللي تمول الجزائر إذا راح تكون إذا كان عقود عسكرية جديدة بين الجزائر وروسيا أمر مثل هذا راح يسقسي على إذا إيمان خليف لي زوم ولا لا لا ياو لي زوم قلنا سي بون ياو إيمان خليف أرجر واحد فيكم